كل إجازة عيد يضطر بعض أصحاب المهن المختلفة لممارسة أعمالهم بشكل طبيعي في الوقت الذي يحظى فيه كثيرون بعطلة يقضونها وسط عائلاتهم. على رأس هذه القائمة كل من الأطباء وأطقم التمريض في المستشفيات الحكومية والخاصة الذين يحرصون على أداء عملهم بروح معنوية عالية وبالتفاني نفسه الذي يمليه عليهم ضمير مهني عال. جهودهم لا تخفى على أحد، مستعدون دائما تحسبا لأي طارئ لإغاثة المحتاجين، وأيامهم لا يميزها سوى قدرتهم على التدخل الناجع والفعال. فرق الإنقاذ المدني أيضا يعلمون يقينا أن الناس من حولهم يثقون بجهودهم واستعدادهم الدائم، خاصة في مثل هذه الأيام الفضيلة. العاملون في المطارات على اختلاف مهامهم تكون الأعياد فترة ذروة بالنسبة لهم، بل إنهم يضطرون لمضاعفة أعدادهم وجهودهم للاستجابة للكم الهائل من المسافرين وتلبية كل متطلباتهم. وخلال إجازة العيد تكون المطاعم مقصدا رئيسيا للعائلات والاجتماعاتها الأسرية، لتتحول مطابخها إلى خلية لا تهدأ، ويتحضر الطهاة والعمال لضيافتهم بكل حفاوة وصدر رحب، معتبرين ضيوفهم جزءا من عائلتهم الكبيرة. احنا بصراحة في بعض المهن بتتطلب يكونوا على رأس عملهم في العطلة الرسمية وفي نهاية الأسبوع، واحنا واحدة فيهم. يعني صحيح هي العالم متعودة تعطل بأيام العيد وأيام العطلة الرسمية، احنا شغلنا بيبدأ لما العالم هي بتعطل. تعودنا على هيك شغلة وتعودنا نشوف بعض في الأعياد والعطلة الرسمية، فصارت بالنسبة لنا شغلة روتينية يعني، ومبسوطين مع بعض ومثل الأهل يعني. بكل روح رياضية يرى العاملون في المراكز التجارية أهمية تواجدهم في مثل هذه الأيام المباركة، فعلى اختلاف مهامهم وأماكن عملهم توكل لهم مهمة استقبال زوارهم واستضافتهم بالشكل اللائق وتعزيز تجربتهم التسوقية والترفيهية. بيكون في عنا ضغط، نحن جزء من هذا العيد بالمبدأ، نحن عم نساعد هالناس بهالفرحة، فنحن عم نساعدهم ليجوا ينبسطوا بالعيد، عم نساعدهم كرمال يجوا ويكملوا هالفرحة بالمول. نحن بحكم شغلنا بالريتيل أو بالمطاعم بكل المولات بالإجمال منشاركهم لهول الناس بهالفرحة، فتعودنا بالمبدأ يعني بطل عنا أي مشكلة بموضوع العيد، فلا الحمد لله يعني ما بتحس حالك كتير بعيدة عن جو العيد. الصحفيون والإعلاميون يرون في عملهم أيام العيد امتدادا لرسالة مقدسة وواجب يجب عليهم احترامه في كل الظروف ومهما كانت التكاليف. كل عام وانتم بخير وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، وإن شاء الله حج مبرور لكل الحجاج هاي السنة لأي طهبوب. كل عام وانتم بألف خير، ينعاد عليكم وعلى جميع أمة سيدنا محمد. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، ينعاد عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية بألف خير. كل عام وانتم بخير، الله يعيد عليكم بالصحة والسلامة. أحمد الكعبي من قسم المكتبة. كل عام وانتم بخير وطيبين إن شاء الله، أتمنى لكم عيد سعيد ومن العايدين